شيش كباب. عايزه اقول لكم اهم حاجه في الموضوع ده هي قطعيه اللحمه نفسها، وافضل قطعيه تعملي منها الكباب هتكون عرق الفليتو، ما بياخدش وقت من الهواء بيستوي. والتتبيله هنا بقى هتكون بسيطه جدا جدا عشان نستطعم كده بطعم اللحمه. بينا نشوف المقادير ونعرف مع بعض الطريقه. مقدرنا هتكون عباره عن كيلو من اللحمه الفليتو متقطعه مكعبات، هحتاج كمان فلفل الوان متقطع مكعبات، بصل ابيض مكعبات، طماطم شيري، والتتبيله زي ما قلنا تتبيله بسيطه ولا اسهل من كده. نص كوبايه ميه بصل، نص كوبايه ميه طماطم اللي هي طماطم معصوره كويس جدا ومتصفيه، 3 معالق كبار من الخل، وملح وفلفل اسود بس كده. اقدر ازود كمان رشه من السكر، ممكن تدخلوها لي، او معلقه عسل. كده المقادير زي ما انتم شايفين، ولا ابسط ولا اسهل من كده. تعالوا بينا يلا نعمل التتبيله. عندنا بقى مية البصل، ولو هعمل كفتة في اليوم ده هاخد الطفل للكفتة ومية البصل ناخدها للكباب. المشويات من الحاجات اللطيفة جدا وكلنا بنعشقها، بس دايما بنقول ايه ده ما بتظبطش معايا، ما بتطلعش مستوية، حاجات كتيرة قوي. فالنهاردة هنقول كل التفاصيل علشان تطلع معاكي 10 على 10. تعالوا بينا بقى نحط ادي مية الطماطم، طماطم معصورة في الخلاط عادي جدا ومتصفية، وعصير بصل او مية البصل. بشرنا البصل كويس جدا ناعم قوي، وبعدين حطيناه في مصفى وصفيناه، خدنا الطفل نعمل بيه الكفتة والمية عشان نتبل بيها الكباب، وادي الخل. والخل هنا علشان يساعد في التسوية ويخلي الانسجة بتاعة اللحمة تطرى. تعالوا بينا بقى ناخد برضو شوية زيت صغيرين. بسم الله. وناخد الملح والفلفل، والملح طبعا كميته على حسب الكميه اللي عندنا، دايما كده معلقه صغيره على نص كيلو اللحمه. وعندنا جابوا لنا ايه، سكر. هناخد معلقه صغيره خالص من السكر، أو العسل الأبيض على حسب المتوفر عندنا. هيدي طعم لذيذ وكمان هيساعد في التسوية. قلبي بقى كويس قوي. زي ما انتم شايفين تتبيلة ولا أسهل من كده في ثواني، وهبتدي أنزل فيها مكعبات اللحمة. طيب اللحمة النهاردة عندي لحمة حمرة خالص، عرق الفليتو، مفيهوش دهون، ودايما بنحب يكون اللحمة بتاعت الشوي فيها دهون علشان تطريها. عشان كده لو هتستخدمي عرق الفليتو يفضل انك انت تجيبي من الجزار حتة ليا كده وتقطعيها مكعبات صغيرة علشان تشتغلي بيها. وتعالوا بقى نحط اللحمة. هي فين اللي انا طالباها؟ يا ريت. نقلب الكلام ده كويس مع بعض. طيب اللحمة يفضل ان هي تقعد في التتبيلة قد ايه؟ ساعة هتكون كويسة جدا. تمام. اللحمة لو قعدت في الملح مدة كبيرة الانسجة بتاعتها بتنشف وبتدي نتيجة عكسية. تمام. التتبيلة هايلة جدا، خلاص هغطيها واحطها في التلاجة ساعة زمن علشان تتشرب من التتبيلة بتاعتها، وبعدين نبدأ نسيخها. وفين الشيش؟ انا عايزة انقل الكلام ده الناحية دي عشان نبتدي نشوي. احنا عاملين شوية قبل الهوا، هبتدي اشوي فيهم على بال ما نسيخ الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده شغالين على ايه؟ تمام. كده تمام. كده منوره. هستنى تسخن كويس، ما ينفعش احط على الجريل اللحمه وهي بارده، خليها تسخن كويس قوي. وتعالوا نعمل شويه يلا. نجيب طبق كده. بسم الله.
وهناخد عصيان الشيش، بما اني هشوي على شواية فمش محتاجة ان انا انقعهم في مية. اما لو هشويهم على الفحم فيفضل ان انا انقع اسياخ الخشبية دي في مية علشان ما تتحرقش معانا. تمام، الصوت مش وصلني كويس، وادي اللية. وتعالوا بينا يلا نبتدي ناخد بقى، ناخد الاول ايه الفلفل. اعملي بقى بالتبادل كده خضار مع اللحمة. بسم الله، كده تمام. طيب اقول ايه؟ تمام، يبقى بنبتدي نسيخ كده بالتبادل اللحمة مع الخضار. هي قطعة ليا واحدة في السيخ هتكفي تدينا الطعم الحلو، ممكن في الآخر بقى واحدة من الطماطم. يبقى بالتبادل كده بصل، وكده كويس كويس كده تمام زي الفل. ونحط بقى ايه الخضار بتاعنا، الفلفل والبصل زي ما قلنا بالتبادل مع اللحمة. وتعالوا بينا يلا، الشواية سخنت والدنيا تمام، نبتدي نحط عليها علشان نسوي. طيب اللحمة من الحاجات اللي نقول عليها ايه تقيلة شوية في التسوية، بتحتاج وقت كبير، ممكن تتحرق مني من غير ما تستوي، بس لو استخدمتي القطعية اللي انا قلت عليها دي هتديكي نتيجة حلوة قوي. ولو لقيتيها برضو ما استوتش بعد ما اخدت لون لطيف هنعمل ايه؟ هبتدي ان انا ارص سياخ الشيش تاني في صاج فرن. نعم، يبقى بعد ما ندي لون للكباب وما استواش معانا هنعمل ايه؟ هرصه في صينية فرن وادخله الفرن يكمل التسوية بتاعته، ما تسيبهوش يتحرق عندك على الشواية، سواء بتشوي على الفحم او بتشوي على جريل كهرباء، ما تسيبهوش يتحرق لمجرد ان انت عايزاه يقعد لغاية ما يستوي. اول ما تلاقي اللون بقى حلو جدا ولقيت اللحمة لسه قاسية معاكي وما استوتش، على طول خدي السياخ حطيها في صينية فرن ودخليها الفرن، هتكمل تسوية وهيبقى لونها جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. احنا ممكن نكمل هنا كمان، انا عايزة احط بس نقطة زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده ونغطي علشان الكباب يستوي معانا وياخد لون حلو جدا. الكباب قالب ريحة المكان ما شاء الله، بجد تحفة جدا زي ما انتم شايفين كده، ابتدى ياخد اللون لطيف قوي. فانا مش عايزة بصراحة ان انا اغمقه، عايزاه يبقى لونه حلو كده وفي نفس الوقت عايزاه يكمل التسوية. يلا بينا بقى نجيب صاج فرن ونرص عليه شيش الكباب وندخل الفرن على طول. خدنا التدخين بتاع الشوي واللون كمان، ودلوقتي اقدر ان انا ارص في صاج وادخل الفرن يا دوبك ربع ساعه. هي اصلا اللحمه اللي احنا مختارينها النهارده وعاملينها ما بتاخدش وقت خالص في التسويه. يلا شايفين الجمال، شكله تحفه جدا. بينا بقى على فرن يكون سخن على درجه حراره 200 وعلى الرف الوسطاني على طول علشان ابدا ان انا اكمل تسويته. بسم
بص بصه سريعه كده اللحمه اخبارها ايه اللي بنشويها؟ ما شاء الله تحفه جدا، ما تغطيهاش بحاجه، هي بتنزل شويه عصاره كده بتستوي فيهم وهتديكي نتيجه اكتر من روعه. زي الفل. الكباب، شيش الكباب بعد ما استوى وطلع من الفرن معانا ما شاء الله بجد تحفه، واللون خطير ما شاء الله. وبقى شايفين اللي نازل من شوي اللحمه في الصينيه، هبتدي المع بيه ساعه التقديم، المع بيه شيش الكباب علشان يبقى بيلمع كده واخد لون حلو جدا، حاجه كده مغريه على الاكل. هي بصراحه لوحدها بريحتها بشكلها مغريه جدا جدا، بس زياده اغراء بقى. هايل. وادي طبقنا ما شاء الله شكله يفتح النفس، الله اكبر بجد حلو قوي.